بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التحليل الإحصائي، درسنا رقم 146، وما زلنا مع بيزن استيميشن ناموس أو تقديرات بيز لل SEM Structural Equation Modeling. احنا طبعا ذكرنا أمس في درسنا السابق درس 145 إنه نظرية بيز أو طرق بيز في الاستدلال تعتبر من أهم وأكثر الطرق الإحصائية الحديثة في التقدير، والتي لها تطبيقات واسعة جدا جدا في الاستدلال الإحصائي من خلال طبعا توزيعات الاحتمالية البعدية لبعض التوزيعات بناء على التوزيعات القبلية زي ما هنشوف النهاردة. بيتم من خلال طريقة بيز في الاستدلال، هنا بيتم فيها عملية توليد العينات، هيبتدي بيز يولد العينات باستخدام طبعا سلسلة ماركوف مونتي كارلو يطلق عليها MCMC. الخوارزميات دي اللي بتحصل في سلسلة ماركوف مونتي كارلو بتبدأ تولد وتعمل محاكاة للتوزيعات المجهولة، وتولد عدد من العينات في عدد من الخطوات. كل ما كانت هذه الخطوات تكبر وتزيد، كل ما كانت العينات بتتحسن. فكل ما عدد الخطوات يزيد اللي هو الإتريشن يعني، كل ما كانت العينات بتكون في تحسن. احنا شفنا امبارح ازاي نوصل للكلام ده. طبعا احنا الاول قبل ما بنعمل البيزن استيميشن احنا لازم نعمل الماكسيمم لايكليهود العادي. ليه؟ لماذا؟ لانه ايه الغرض من البيزن استيميشن؟ ان انا هقارن بعد كده، هقارن بين نتائج الماكسيمم لايكليهود استيميشن وبين البيزن استيميشن، هعمل كومباريزون واشوف ايهما افضل. طيب خلونا نشوف زي ما شفنا احنا المره اللي فاتت نفس المثال اللي بنجرب عليه كل مره. احنا قلنا طبعا بنروح للخصائص بتاعه التحليل، بنختار الستاندرايز، وبنختار كمان السامبل مومنت، وبنختار الاندايركت والدايركت التوتال افكت، وبنختار في الاوتبوت في الاستيميشن بنختار استيميت مينز اند انترسبتس طبعا مع الماكسيمم لايكليهود. ده الخطوة الأولى اللي احنا بنعملها وبنحفظ وبعدين بننفذ. بنشوف طبعا زي ما انتم شايفين الريجريشن ويت هنا، طبعا ده اللي هو الانستاندرايزد استيميشن. لو دوسنا كده ده الستاندرايزد استيميشن. الانستاندرايزد استيميشن زي ما احنا شايفين 66%، 17%، 35%، وهكذا. طيب عايزين احنا دلوقتي نعمل محاكاة ونشوف الارقام ونشوف الريجريشن ويت دي هل هي متقاربة وايه الفرق بينها. نكمل درس امبارح. نذهب طبعا الى انالايز. احنا قلنا ان احنا هننزل الى البيزن استيميشن على طول. اول ما بضغط هو بيبدأ في عملية باستخدام خوارزميات سلسلة ماركوف مونتي كارلو MCMC، يبدأ في عملية توليد العينات. وطبعا الخطوات هنا عمالة طبعا بتعد، وهنا طبعا البارامترز عمالة بتتغير. اقدر طبعا انا في اي لحظة بالضغط على الزر بوس اقدر اوقف، اعمل كده ايقاف اخذ العينات، بالضغط عليها مرة اخرى اعمل عملية استئناف للعينات، ممكن كمان استخدم كنترول بلاس اي. طيب قبل ما نكمل بقى درسنا النهاردة ونشرح الرسومات البيانية اللي بيقدمها أموس، أنا حابة أوجهكم لليوزرز جايد بتاع الأموس. الحقيقة ممتاز جدا يا جماعة، أي حد عنده بروجكت عنده مشروع على الأموس يروح على طول يحمل اليوزرز جايد من هنا من أي من جوجل أو أي متصفح، يكتب أموس ويكتب الفيرجن اللي عنده رقم الإصدار ويكتب يوزرز جايد، على طول بيطلع له أول نتيجة يحملها عنده بي دي اف. طبعا بيبقى كتيب بي دي اف 500 صفحه 600 صفحه على حسب الفيرجن. طبعا كل فيرجن كل ما كانت الفيرجن جديد كل ما الصفحات زادت. طبعا انا عندي اموس 24 عشان كده حملت الجايد بتاع 24، عشان في امثله والامثله دي بتحملها عندك في الاكزامبل في السامبلز تقدر ايضا تطبق عليها. في حوالي 39 مثال، فجدا والله يا جماعة الدليل ممتاز جدا جدا جدا. تعالوا نشوف بيزن استيميشن هو متناول فيه ايه. 27
أو 26، أدي بيزن استيميشن صفحة 403. طبعا ده في الأموس 24 على حسب زي ما قلت لكم. شوفوا هنا يا جماعة، يعني واخدها بالترتيب، أول حاجة معرفها كاتب introduction، بعدين نتكلم ازاي نعمل select للبريورز distribution، ازاي نختار التوزيعات القبلية، وهل نستطيع انه ما نحددهاش. نتكلم في حاجة اسمها informative وحاجة اسمها non-informative، هنتكلم عن ده برضو ان شاء الله. وبعدين نتكلم على الجرافس اللي بتطلع في الاموس، وبعدين بيطبق الماكسيمم لايكليهود العادية عشان يطلع الاوتبوت. طبعا على مثال رقم 26 بيطبق الماكسيمم لايكليهود العادية عشان يطلع الريزلت، عشان بعد كده يقارن بين الريزلت اللي هتطلع معاه وبين الريزلت اللي هتطلع من البيزن استيميشن ريزلتس. بعد كده بيدخل على البيزن اناليسيز، وبعدين بيبتدي بقى يعلمك ازاي توقف الكارنت سيد، وازاي تعمل تشينجينج، وازاي تعمل تقييم للتقارب بتاع سلسلة ماركوف اللي قاعدة عمالة تولد العينات. وبعدين بيبتدي يشرح لك البلوتس اللي احنا وقفنا عندها امبارح. فجدا يا جماعة الدليل ممتاز جدا جدا، يعني خلونا نستعرض مع بعض الجزء ده. طبعا هو مطبق على اكزامبل 26، يعني الاكزامبل ده اصلا موجود في العينات بتاعت الايموس، يعني كل واحد عنده ايموس على جهازه في له اكزامبل في السامبلز اكزامبلز. ها هو معلق معامل الشابتر ده ونطبقه على الاكزامبل رقم 26. طبعا دي مقدمة عن نظرية بيز، نتكلم شوية عن ازاي انها بتشتغل وفكرتها زي ما قلنا امبارح. هنا متكلم زي ما قلت لكم ازاي نعمل سيلكت للبريور، لما نوصل لها هنشوف مع بعض. وهنا ده المثال اللي انا قلت لكم عليه، عامل المثال بتاعه اللي هو اكزامبل 26 على الايج والفوكابلوري، والمثال ده موجود عندكم في العينات بتاعه الاموس وبيطبق عليه. بعدين بيبتدي طبعا يعرف الماكسيمم لايكليهود العاديه اللي هو طبق، يعني زي ما احنا طبقنا عادي وطلعنا ريجريشن ويت والاستيميت والرامسي والموديل فيت العادي خالص بطريقه الماكسيمم لايكليهود، عشان بعد كده يقارن بينها وبين البيزن. بعدين هنا بقى دخل على البيزن اناليسيس، شوفوا زي ما احنا قلنا بيقول لك from menu choose view، ادخل على الاناليسيس بروبرتيز، بعدين اختار الاستيميت نفس اللي احنا قلناه، تختار الماكسيمم لايكليهود estimate means and intercepts، وبعدين تنفذ، بعدين تدخل على البيزن من analysis، تنزل تحت بيزن estimation على طول، اول ما هتضغط عليها على طول سلسلة MCMC algorithm هتبدأ على طول فورا في توليد السامبل generating samples، هتبدأ عملية توليد العينات. فنفس اللي احنا قلناه، شوفوا الكتاب جميل جدا يا جماعة، ممتاز وشارح وشرح كافي ووافي، واللغة بسيطة وسهلة، حتى انت لو ما فهمت اللغة ظلل الكلام وخده ونسخه ولصقه وحطه في اي مترجم عندك يكون مترجم احصائي عشان يطلع لك الترجمة دقيقة، هتلاقي الموضوع من ابسط ما يكون. فالدليل المستخدم يا جماعة مفيد جدا والله، انصحكم كلكم انكم اي حد عنده بروجكت على الاموس يحمل الدليل. طيب هنا بقى بيعلمنا حاجة مهمة جدا، حاجة في اني اطلع نفس النتائج. ولذلك احنا خدنا الكلام ده في الاس بي اس اس لو تفتكروا، في النيورال نتورك في الشبكات، هو نفس الفكرة. على فكرة في ناس بيسموا طريقة بيز بدل ما بيسموها بيزن استيميشن بيسموها بيزن نتورك، بيسموها كده شبكات العصبية لبيزن، لان هو بيشتغل نفس فكرة الشبكات العصبية في عملية المحاكاة وفي عملية توليد العينات باستخدام الخوارزميات. طيب خلونا نطبق نفس الكلام ده ونثبت العينات انها لما كل ما اكرر واعيد تطلع نفسها هي هي. فنيجي من هنا من تولز زي ما شفنا بالظبط في الدليل، من تولز تنزل لسيد مانجر، هنا هتلاقي طبعا اوبشن هتخلي تقول always use the same seed. لو انت ظللت دي هنا كل ما هتطبق نفس البيزن استيميشن وتتوقف عند نفس الاتيريشن مثلا 20,000 30,000 60,000 هتطلع لك نفس
الريجريشن ويت بارامترز، نفس الاستيميت، نفس المين، الستاندرد ايرور، الستاندرد ديفيشن. لكن لو ما عملناش كده وخليناه على الخيار الديفولت، دايما هتتغير ومش هتطلع لك نفس النتائج. فدي نفس الطريقه اللي احنا اتعلمناها في الاس بي سي اس في نيورال نتورك، لو تتذكروا نفس الطريقه لما ثبتنا الجنريشن اللي هو الجنريتورز اللي بيولد الارقام العشوائي، وثبتناه عشان تطلع نفس الشبكه العصبيه اللي كانت بتطلع معانا كل مره تطلع هي هي. فدي حاجه اتعلمناها اهو، عشان لو واحد يعني حابب يعلم انه طلابه انه يطلع نفس النتيجه اللي عنده وعنده. طيب نكرر تاني، نروح لاناليز. يعني الاول بنعمل كده من التولز عشان نثبت النتائج، وبعدين نروح نكرر تاني نقول بيزن استيميشن ونبدا في توليد العينات. لاحظوا معايا هنا عملية التوليد، سلسلة ماركوف قاعدة تولد عينات، بس لاحظوا معايا هنا حاجة مهمة جدا، خلوني أعمل لكم عليها تظليل عشان نشوف إيه اللي بيحصل. طبعا الشكل الفيس الأنهابي ده، القاموس عاملة حاجات كده لطيفة هنا، الشكل ده، الشكل ده شكل حزين. ايه الشكل الحزين ده؟ الشكل الحزين ده بيقول انه السي اس نوت جود. ليه؟ لانها نوت سمول انف، لانه لما تبقى اصغر من 1.002، لما تكون اصغر من 1.002 هتلاقوا الفيس ده تغير وبقى هابي فيس. طيب خلونا نكمل تشغيل ونشوف الكلام ده اهو. لاحظتم؟ لاحظتم بقى هابي فيس. ليه؟ لانه قيمه السي اف صغرت. طيب يلا نبدا من الاول تاني، نعمل تاني. يلا شوفوا اهو، عملت ريسيت وبدا يولد من اول وجديد. شوفوا ان هابي فيس. ليه؟ لانه قيمه السي اس كبيره، ما وصلتش الواحد 0.002، لازم تكون اقل من 1.002. شوفوا هي 1.005 نزلت 4، بتقل بس بتقل شويه، 3 رجعت تاني 4 3، كل ده لسه هي مش كويسه كده. شوفوا اول ما هتتحسن هتلاقوا الفيس طبعا تغير. قربنا ها 2 6. ايوه هنا بقى تقدر توقف، يعني لما تحصل على توقف كده، لما تحصل على خلاص انه السلسله بتاعتك يعني convergence statistics متقاربه، خلاص وقف وخد القرايات بتاعتك. اوكي طيب احنا كنا وقفنا عند ايه بعد كده؟ شفنا في الدليل، احنا ماشيين مع الدليل عشان بس اللي هيتابع معانا. طيب الدليل علمنا ان احنا نثبت، ثبتنا. بعد كده يعلمنا ان احنا نغير، هنغير، يعني تقدر تغير تقدر تثبت من النافذه دي، خلاص شفناها وطبقناها من التولز، من المنيو تولز وتغير. طيب بعد كده بيعلمنا ايه تاني؟ بيتكلم بقى عن القراءات، بيتكلم عن السي اس اهو. لو لاحظتوا السي اس، السي اس هو الحقيقه عامل لها صفحه بحالها، ننزل اوريها لكم. بقول لكم والله الدليل جميل جدا، انا عجبني بصراحه اهو. شوفوا ده كلامه عن تقارب، تقييم التقارب، امتى تكون سلسله ماركوف. يعني اول سؤال بدا بيه قال ايه؟ ار ذيس انف سامبلز تو ييلد ستيبل استيميتس اوف ذا بارامترز. هل السامبلز اللي تم توليدها بالماركوف تشين مونتي كارلو دي، العينات اللي قاعده تتولد، هل العينات دي كافيه؟ امتى تبقى كافيه؟ ايه المؤشر اللي يقول لي انها كافيه؟ فقال لك المؤشر هو السي الكونفرجنس ستاتستكس ده اللي هو سي اس، لما يكون اصغر من واحد اهو. حتى هو شارك وقايل لك هيجي لك الفيس هابي فيس وان هابي فيس. طبعا احنا عندنا الان هابي فيس مش اخضر، طالع احمر يعني مره زعلان. الهابي فيس بيتغير يبقى اصفر.
فبيقول لك انه سي اس فور ايج بارامتر لازم تكون اصغر من طبعا the largest، يعني اكبر وحده في السي اس. احنا عندنا بارامترز كتير، اكبر وحده فيهم the largest of the c dot s لازم تكون less than 1.002. لما يحصل ده هتلاقي على طول الفيس ده يتحول من اللون الاخضر او الاحمر يتحول الى هابي فيس، وده اللي حصل، وده المؤشر بتاعنا. يبقى ده المؤشر اللي يحكم على انه السلسله عدد العينات اللي تم توليدها اتس اناف وكويس، وناخد قراءات بهذه العدد. اهو تحول الفيس اهو زي ما انتم شايفين، اتحول فعلا فيس اصفر وكده خلاص هابي فيس، واحنا كده نتوقف ستوب ونبدا ناخد القراءات بتاعتنا. طيب بعد كده هندخل بقى دلوقتي على ايوه البلوتس اللي احنا كنا توقفنا عليها امبارح. يعني انا كل ده يعتبر اعاده قلته تقريبا امبارح، لكن النهارده حبيت استعرض معاكم دليل المستخدم ونمشي عليه خطوه بخطوه صفحه صفحه عشان تشوفوا قد ايه هو جميل ومفيد جدا جدا، يعني جدا جدا تعليمي. يعني انا شايفاه بصراحه بيرفكت، يعني كل حاجه حطيتها وكاتب تحتها وبالخطوات وبالتصوير. اتمنى والله ان انتوا ترجعوا له ان شاء الله. طيب خلونا بقى دلوقتي نرجع للرسومات الجميله بتاعتنا ونشوف هنستفيد منها ايه. احنا قلنا اول رسمه اللي هي البيريور ديستريبيوشن، والرسمه الثانيه اللي هي بوستيريور ديستريبيوشن. هي انت اول ما تضغط عليها كده بتكون فاضيه، ليه؟ لان انت لازم تختار بارامتر، تختار وصله. فهنختار مثلا الوصله دي اللي هي بتاعت الجوب ساتسفاكشن مع الكومبلمنتس والريجريشن ويت بتاعتها، ونشوف القيم بتاعتنا ونقرا مع بعض ونشوف الكلام دوت عباره عن ايه. طبعا المتوسط هنا طبعا ده البوستيريور وده البيريور اللي هو التوزيع البعدي وده التوزيع القبلي. الاينوس طبعا بيدينا الرسمه دي في اشكال كتيره، يعني ممكن تحول هذه الرسمه الى عده اشكال. الشكل الاولاني اللي هو نفس الشكل اللي عليه الشاشه دلوقتي اللي هو البوليجون، البوليجون اللي هو المضلع التكراري، هو نفسه بالظبط المدرج التكراري. لكن احنا كنا حتى بنعلم الطلاب زمان نقول له عايز ترسم المضلع التكراري زي، روح اعمل المضلع التكراري، التكرارات اطلع بكل عمود لكل تكرار، بعدين خد السنتر بتاع العمود حط كروس، بعدين وصل بالقلم الرصاص بمنحنى، هو ده يتحول من الهيستوجرام الى البوليجون. فهو الهيستوجرام هو نفس البوليجون بس ده اعمده وده خط طبعا. والشادد المنطقة المظللة والفيرست اند لاست، وهنا الاوتو كورليشن اللي هو مخطط الارتباط الذاتي والتريس. كل دي رسومات بيقدمها الاموس لكل بارامتر فور ايج بارامتر على حدة. البارامتر اللي احنا واقفين عنده اللي هو الواصلة اللي بين الكومبلمنتس والجوب ساتسفاكشن اللي هو تأثير المجاملات على الرضا الوظيفي. المتوسط بتاعي كان كام؟ 66%. ال 66% ديت لو لاحظتوا هنا اهو في الرسمه عندها 66%، وهنا فترات الثقه احنا عاملين فترات ثقه 95%، هنا 95% فترات الثقه اللي هي هنا اهو 95% دي الرقمين دول، انه بنسبه 95% بنسبه 95% القيمه بتاعت البارامتر ده هتقع بين 0.50 وبين 0.82، هتقع بنسبة 95% ما بين قيمة 50% وما بين قيمة 82%، وطبعا المتوسط هو 66%، وده طبعا الستاندر ايرور وده الستاندر ديفيشن، وده طبعا قلناه التقارب. طبعا ملاحظين ان كل التقارب سلسلة التقارب كلها لكل البارامتر أصغر من 1.002، أصغر كلها 1 تقريبا، مفيش أي 2 عندنا، فكلها طبعا صغيرة وعشان كده الفيس منور هابي فيس. طيب ده بالنسبة للرسم الرسومات اللي هي بتاعت البوستيريور التوزيعات اللاحقة. ماذا نستفيد من هذه الرسومات؟ أو الرسومات دي عبارة عن إيه أصلا؟ إيه الفايدة منها؟
هي الرسومات يا جماعة اسمه العرض البياني. العرض البياني احنا دايما كنا بنعلم الطلاب ان العرض عندي نوعين، اما عرض جدولي tabulated او عرض graphics بياني. فهو العرض هي نفس الداتا دي بس هي بتتعرض بشكل بياني. الشكل البياني ساعات بيكون اكثر توضيحا واكثر ايضاحا لنقاط، يعني مجرد ما ابص على طول افهم حاجه اكتر من اني اقعد اراجع القراءه. فهنا الرسومات دي ما هي غير انها another reading للارقام، طريقه اخرى لقراءه الريزلت وطريقه الارقام، لكن الحقيقه طريقه مفيده جدا. يعني انا بقدر احصل منها اشوف اني هقدر هل اعمل ريجكت للنال هايبوثيسز ولا اكسبت للنال هايبوثيسز. اذا عملت ريجكت طبعا للنال هايبوثيسز هعمل اكسبت للالترناتيف هايبوثيسز، واذا عملت العكس اكسبت النال هايبوثيسز خلاص هعمل ريجكت للالترناتيف هايبوثيسز. فالرسومات هنا بتوضح الحته دي طبعا، يعني زي ما انتم شايفين انه هنا طبعا القيمه البي تقع ما بين 50 الى 50% الى 82%، يعني بنسبه 95% القيمه دي البارامتر دوت استيميت الاستيميت بارامتر بتاع الريجريشن ويت بتاع الكومبلمنتس اثره على الجوب ساتسفاكشن يقع ما بين 50% الى 82%، يعني بوزيتيف فاليو، يعني جريتر ذان زيرو. وانا النال هايبوثيسز هنا انه البارامتر ده بيساوي صفر، فهنا هعمل ايه؟ هعمل ريجكت للنال هايبوثيسز وهعمل اكسبت للاتش 1، وهكذا في كل البارامتر نفس الطريقه دي. طيب ده بالنسبه للبوستيريور. طيب لكن انا عندي هنا البريور. البريور ده اللي هو التوزيعات السابقه. التوزيعات السابقه دي، التوزيعات السابقه ايه اللي اقدر استفيد منها؟ التوزيعات السابقه قال لك هنا بقى لو لاحظتوا في القرايه بتاعت لما تقروا في الدراسات السابقه والابحاث المنشوره في المجلات العلميه تلاقيه يقول لك كلمه ايه؟ informative studies و non-informative studies. الكلمه دي بتتكرر كتير في الابحاث. هنا بقى لو انت عندك informative studies، عندك خلفيه عن الدراسه بتاعتك وانت عملت قراءات وجمعت الاستاديز اللي اتكلمت على الرضا الوظيفي والاثر الكومبلمنت على الرضا الوظيفي وشايف التوزيع السابق له، انت تقدر هنا تحدده. يعني لو انت عارف ان التوزيع السابق نورمال تقدر تعمله نورمال، لو انت عارف ان في الدراسات السابقه التوزيع كان توزيع معين تقدر انت ترسمه بايديك توزيع معين، اذا كان توزيع مثلا بواسون او اكسبوننشال او وات ايفر لو انت تابع الدراسات السابقه. لو انت مش عارف اليونيفورم، مش عارف الديستريبيوشن البريور ديستريبيوشن، او ما عندكش اي معلومات سابقه، وده طبعا بيكون نادر جدا لانه اي دراسات في الدنيا بيكون لها مشاهدات، بيكون لها نوليدج قبلها، بيكون لها خلفيه، فغالبا انه بيكون معروف الديستريبيوشن او متوقع، يعني في اوبزرفيشن، في مشاهدات بتبين انه التوزيع ده يتبع توزيع ايه. لكن اذا مفيش خالص مشاهدات، مفيش اي نوليدج، مفيش اي ماضي، مفيش اي معلومات سابقه، فده بيسمى نون انفورماتيف ديستريبيوشن. وطبعا هو الديفولت بتاع الاموس حاطته على اليونيفورم. دليل المستخدم قايل نفس الكلام ده في الصفحة بتاعته اهو، selecting barriers، ازاي انا اختار ال barrier distribution تبعا لل researchers believe، يعني اعتقاد الباحث في شكل البارامتر او النوليدج المعلومات بتاعته عن ال distribution ده او الدراسات السابقة زي ما قلت لكم، وده بيسمى في كل الدراسات informative studies. ولو كان مفيش عنده اي معلومات خالص وانه ده حتى هو بيستبعد الموضوع ده، يعني بيقول انه ده صعب، لكن لو حصل بيسمى نون انفورماتيف ستاديز او نون انفورماتيف ديستريبيوشن. اتمنى ان شاء الله تكون وصلت الفكره النهارده، ولو ان الدرس طال معانا 25 دقيقه فان شاء الله نكمل الدرس التالي. هو نتعلم فيه حاجه مهمه جدا جدا اللي هي هنجاوب على سؤال مهم قوي، وهو How do I compare ML result اللي هو maximum likelihood result مع ال Bayesian estimation results؟ ازاي اقارن بين نتائج التقديرات العادية اللي طالعة من maximum likelihood مع تقديرات Bayesian
وايهما افضل، وازاي اعمل ريبورت واعلق على النتائج دي. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده. شكرا لاستماعكم. الحقوق الفكريه محفوظه لقناه التعليميه اسماء المرغني. لا اسمح بنسخ المواد التعليميه وبيعها على اسطوانات باي اسعار رمزيه او غير رمزيه، ولكن بالطبع اسمح بمشاركه الروابط في اي مواقع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.